يعمل تمام. فرقة وعايز يعمل اه ينافس على الدوري والكلام ده كله. ف بس يا كابتن هو مشي. طيب معلش يا كابتن، هاخد بس تليفون مهم جدا جدا مع الاستاذ محمد الخولي نائب رئيس نادي المصري. يا فندم برحب بحضرتك. اهلا وسهلا يا عمر، تحياتي ليك وتحياتي للساده المشاهدين، وبرحب طبعا بالكابتن وليد. اهلا بيك، اهلا اهلا بيك يا طبعا سعيد. طبعا يا فندم، اكيد طبعا عايز اعرف من حضرتك التطورات الاخيره بالنسبه لشكوى نادي المصري تجاه الاتحاد المصري لكره القدم في مباراه الاسماعيلي بسبب الاحداث اللي احنا شفناها وعشناها. يمكن التطور الاخير عمر، ان احنا ان شاء الله بكره في اجتماع يجمعنا ان شاء الله مع مسؤول اتحاد الكوره ان شاء الله، انا ومعايا الباشمهندس عدنان حلبيه عضو مجلس الاداره، والاستاذ نصر عزام ان شاء الله، والمحامي الخاص بينا في نادي النصر دكتور شريف. عاوز بس اطمن الناس واطمن جمهور نادي النصر ان احنا معانا كل المستندات اللي بتثبت حقنا، معانا كل المستندات اللي تثبت اللي احنا مش ممكن كنا نلعب ماتش الاسماعيلي، وكان من المستحيل ان احنا نلعب ماتش الاسماعيلي. والسبب بسيط جدا، او لسببين. السبب الاولاني اللي انا عندي اصابات في القوام الاساسي او القوام ال 30 لاعب، دي تعدي ال 10 حالات بحسب لائحه اتحاد القوى او قرار مجلس اتحاد القوى او قرار اللجنه الخماسيه الاخير، اللي هو بيقول ان لو 10 حالات او اكثر من كده او اكثر من كده طبعا بتاجل المباراه. طب انا معايا المستندات اللي بتاكد ان انا عندي اكثر من 10 حالات، طبقا للبيان اللي بعته لي اللجنه الطبيه برئاسه الدكتور محمد سلطان للنادي المصري. طب يا استاذ محمد، دلوقتي ممكن بس في واقعه انا عارف تقريبا يعني ان بكره احمد مسعود حارس نادي المصري عنده تحقيق بكره بسبب الواقعه للاستاذ وليد العطاري، من دخل معايا امبارح وقال ان حصل تبديل في عينه، ان احمد مسعود ما راحش حلل، وبالتالي لقينا ان 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 في عينه او نادي المصري بيقول ان احمد مسعود عنده تحليل ايجابي، فبكره الحارس عنده تحقيق. هل يا فندم الكلام ده صح؟ حصل فعلا تبديل او رد حضرتك على الاستاذ وليد العطار ايه في النقطه دي تحديدا؟ طبعا بالمناسبه الاستاذ وليد العطار اتكلم معايا بالليل بعد المداخله بتاعتك، وهو اخذ كل معلوماته في الموضوع ده من بعض الصفحات وبعض صفحات التواصل الاجتماعي اللي كانت في الموضوع ده. طبعا الموضوع لا اساس لهم الصحه يا 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 تمام يا كده، تمام يا عمر. فندم، تمام بس يا فندم، انا عاوز اكد على حاجه، عاوز اتفضل اكد يا على فندم حاجه. اتفضل. هو بيقول ان يعني ان حد عمل مكان مسعود، ايه المغزى يعني؟ طب ممكن السبب اسال حضرتك سؤال؟ ازاي يعني بكره اللاعب عنده تحقيق، هل حضرتك عندك علم بالموضوع ده؟ اكيد عندي علم تمام يا بالموضوع ده، فندم. صح، احمد مسعود بكره ان شاء الله عنده تحقيق ومفيش مشكله خالص. يعني هو تمام. اتكلم معايا، يمكن الاستاذ وليد اتكلم معايا بالليل وقال لي احتمال نحتاج احمد مسعود في 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 في, في يعني تحقيق تحقيق وكده. قلت له عليا مفيش مشكله خالص خالص خالص، احمد موجود، احمد مسعود بكره موجود في اتحاد الكوره، وبالمناسبه هيقوم بعمل المسحه. انت عارف ان بكره التيم كله عند مسحه هنا في بورسعيد، تمام، هو موجود الساعه 11 في اتحاد الكوره، مفيش مشكله خالص الناس كمان هيعملوا له المسحه هناك في مقر اتحاد الكوره. تمام يا فندم، لكن بكره ان شاء الله الموضوع كله هيبان. طب موقف نادي الاسماعيلي، هل حضراتكم اتواصلتوا مع نادي الاسماعيلي علشان يكونوا متضامنين معاكم في الشكوى، ولا الموضوع خاص بالمصري فقط؟ والله انا مش حابب اعلق على الاسماعيلي، وكل التقدير وكل الاحترام لجمهور النادي الاسماعيلي وكل محبين النادي الاسماعيلي، والعلاقه الكبيره اللي بين النادي المصري وبين النادي الاسماعيلي مش ممكن يمحوها اي حد، ومش ممكن، وكويس قوي اللي انت فتحت معايا الموضوع ده، مش ممكن اي حد يتدخل في العلاقه ديت يا عمر. علاقه تاريخيه بين النادي المصري والنادي الاسماعيلي، حتى لو احنا مختلفين مع مجالس الادارات ومع السيد رئيس نادي الاسماعيلي. يعني يا فندم اكيد هنتابع مع حضرتك وهنشوف ايه اللي هيحصل ان شاء الله، والموضوع بكره يخلص على خير وكل الامور تروح في مجراها الطبيعي. بشكر حضرتك يا استاذ محمد، شكرا جزيلا، نائب رئيس مجلس اداره نادي المصري. كابتن وليد، الاسعار احنا قلنا ان الاسعار مش طبيعيه، لكن كابتن وليد صلاح عبد اللطيف لو كان موجود دلوقتي راس حربه بالامكانيات وبالقدرات اللي احنا كلنا شفناها، كنت ممكن تطلب كام في السنه؟ يعني لما اجي اتفاوض معاك هتقول لي هتاخد كام؟